الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الخامس، سنكمل درس قياس وحدات الزمن أو وحدات قياس الزمن. أخذنا أول مرة الساعات والدقائق والثواني، وإن شاء الله الآن بنأخذ الأيام والأسابيع والشهور والأعوام أو السنين. لابد أنك تعرف، إحنا صفحة 130، لابد أنك تعرف أنه السنة تساوي 12 شهر، والأسبوع 7 أيام، واليوم 24 ساعة. ولا بد الانتباه أن السنة أكبر من الشهر، فلذلك إذا بدي أحول من سنة لأشهر بضرب ب12، وإذا من أشهر لسنة بقسم على 12. والأسبوع أكبر من اليوم، فلذلك إذا بدي أحول من أسابيع لأيام بضرب ب7، وإذا من أيام لأسابيع بقسم على 7. واليوم أكبر من الساعة، إذا بدي أطلع ساعات أو أحول الأيام لساعات بضرب في 24، وإذا بدي أحول ساعات لأيام بقسم على 24. لو جينا على مثال 4 صفحة 131، بحكي لي عمر عبد السلام 11 عام، احسب عمره بالشهور. يعني 11 عام بدي أحوله لشهور. راح أحكي انه 11 ضرب 12، لانه السنه فيها 12 شهر، ويساوي 132 شهر. مثال 5، اقام خلدون وعائلته في العقبه مده 21 يوما، احسب الزمن الذي مكثه خلدون وعائلته. انا عندي طبعا 21 يوم. احسب الزمن في العقبه بالاسابيع ثم بالساعات. يعني أول شيء بدي أحول 21 لأسابيع 21 يوم. لما تحولها لأسابيع راح تقسم قسمة، لأنه اليوم أصغر من الأسبوع، ولما أحول من صغير لكبير بقسم قسمة. 21 تقسيم 7 يساوي 3 أسابيع. وإذا بدي أحولهم لساعات، لأنه قال لي ثم بالساعات، 21 ضرب 24، لأنه اليوم الواحد 24 ساعة، ويساوي 504 ساعات. طيب، الشيء اللي بدي أركز عليه الآن اللي هو لو أجينا على السؤال الرابع صفحة 132، أجب عن كل مما يأتي. هذا راح لك إياه أنا. كم ساعة في أسبوعين؟ كم ساعة في أسبوعين؟ يعني أنا عندي 2 أسبوع أو 2 أسابيع بدي أحولها لساعات. شو راح أعمل؟ يعني انت لاحظ انه هون لو رجعت لهون اعطاني اسابيع لايام، من ايام لساعات بدي احول. عشان احول بالاول لاسابيع لايام بحكي 2 ضرب 7 ويساوي 14، وبعدين ال 14 يوم او سهم خليها هاي بحولها لايش؟ لساعات، بضرب 14 في 24 ويساوي 336 ساعة. يعني لاحظ هنا الدرج بالتحويل. كم سنة في 36 شهر؟ يعني أنا معي 36 شهر بدي أحول لسنين، لأني بحول من صغير لكبير بدي أقسم قسمه. هاي 36، 36 على 12 ويساوي 3 سنين أو 3 أعوام. فرع جيم، أمضت سفينة 72 ساعة في البحر، كم يوما بقيت السفينة في البحر؟ الآن أنت بدك تحول 72 ساعة لأيام، صح ولا لا؟ من ساعات لأيام بدك تقسم 72 على 24، لأنه من صغير لكبير، ويساوي 3 أيام. هذول بسيطات، يعني بصراحة ما فيهن نوع من التعمق، ولكن ومباشرات، بس انك تحفظ التحويلات وترتيبهم مين اكبر من مين. لكن بدي تركز لي على مثال 6، ضروري جدا، لانه هون بتحسب الزمن بطريقه اخرى حسب التواريخ. بحكي لي بدا برنامج تدريبي بتاريخ 6/7/2014، لاحظ هاي ايام شهور سنين، وانتهى في 13/3/2015.
احسب الزمن الذي استغرقه هذا البرنامج. طبعا انا هون لازم اطرح طرح، بطرح التاريخ اللي انتهيت عنده ناقص التاريخ القديم او اللي بالاول، فبصير عندي هاي 13، هاي 3، هاي 2015 بالترتيب، 6، 7، 2014. الآن لما تطرح لاحظ إني أنا بطرح أيام من بعض، شهور من بعض، سنين من بعض، وممكن أحتاج أستلف. إذا استلفت من الأيام داخل بعضها عادي بستلف عادي، أما إذا استلفت للأيام من الشهور، إذا استلفت من الأيام الشهور بزيد 30، لأنه الشهر 30 يوم. إذا استلفت من السنين للشهور بزيد 12، يعني ما بزيد زي أول 10 10، بزيد 12 لأنه السنة 12 شهر. كأني أنا بأخذ السنة وبفرطها لا شهور وبضيفها على الشهور. خلينا نشوف كيف. 3 ناقص 6 لا يجوز، بستلف فبصير صفر، هاي 13، وبيضل نفس الشيء، 13 ناقص 6 7. 3 ناقص 7 لا يجوز، فأنا بدي أستلف من هون. أوكي بستلف هون واحد وهي بصير 4، بس الواحد اللي استلفته هون بضيفه 12، لأنه السنة الواحدة 12 شهر، وأخذت سنة وحطيتها مع الشهور بصير 3 زائد 12 15 شهر. 15 ناقص 7 8، وهون صارت عندي مع هيك، يعني هي 4، 4 ناقص 4 0، و1 ناقص 1 0 0 0. إذن هون عندي المدة اللي استغرقها من هاي الشهور هاي أيام 8 شهور و7 أيام. أتمنى أنها تكون واضحة. يظل عندك هيك سؤال 5، واجب بيتي. أهم شيء تعرف عمليات الاستلاف هذول، يعني عيدهن أكثر مرة، ركز بالحكي اللي حكيته إن شاء الله غير تفهمهم، وبكون درسك هيك خلص. راح يكون عندك السؤال مع العطلة اللي بتمر معانا لحتى نصل حصة الأحد، عندك واجب بيتي صفحة 134، بتحلي سؤال واحد كامل وسؤال 3 وسؤال 5 إن شاء الله تعالى. شكرا لكم جميعا.